السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم في الفيديو بتاع النهاردة طريقة رسم شجر بطريقة المنظور. هنرسم شجر على طريق وهيبقى أول شجرة قريبة مننا تبقى حجمها كبير، والشجرة اللي ورا منها أصغر شوية أصغر، إلى آخر شجرة هتبقى حجمها صغير. دي طريقة رسم الشجر بالمنظور، إن الحاجة القريبة مننا بتكون كبيرة في الحجم، وأبعد حاجة بتكون بعيدة عن النظر بتكون صغيرة جدا، بتدينا إيحاء بإن في منظور من كبير لصغير. بنرسم الخلفية هود بلون أزرق فاتح، دي السنة خفيفة من تحت، وهنجيب لون قلم أزرق تقيل، وهنعمل لون الأزرق تقيل من فوق. رسمة سهلة وبسيطة، أي حد ممكن يرسم. زي ما قلنا رسم الشجر بطريقة المنظور، من الأزرق تقيل أهو بنعمل بنلون اللون الأزرق من فوق تقيل اهوت، من فوق بنتقل درجة اللون الأزرق بنطفي فيه اهو، وبنخف الدرجة كل ما ننزل تحت. دي رسمة على السريع بأقلام الخشب، بألوان الخشب، بألوان الخشب. هندرج اللون الأزرق ونعمل بإيدينا اهو بصابعنا اهو نمسح عشان نزيل الخطوط. هنيجي بقى بفرشة رفيعة اهي بقلم رصاصة اهو برضك، بنعمل الطريق اهو بخط مائل من بعيد لقريب اهو، الخطوط كلها بتبقى بميلان اهو. ده الطريق اللي هيترسم على الشجر، هنعمل خطوط من ميلة ونوسع المسافة بين الخطوط وبين بعضها في آخر الخط اهو، بنضيق الخطوط مع بعض من فوق ونوسعها واحنا نازلين. زي ما انتوا شايفين بعد كده هنجيب فرشة رفيعة اهوت وبقلم اسود درجة لون اسود اهو، هنعمل الشجرة القليلة حجمها كبير، دي اكبر شجرة لا قريبة للنظر زي ما احنا قلنا، اللي وراها تبقى اصغر شوية واللي هو بعديها اصغر فاصغر الى اخر شجرة. بنراعي في الشجر إنه يكون تخين من تحت ورفيع من فوق، والفروم تخين من تحت ورفيع من فوق زي ما انتوا شايفين. اهو نكمل لآخر شجرة
يبقى آخر شجرة أصغر شجرة في الآخر خالص هنعملها شجرة صغيرة، بيبان المنظور إن الشجرة الكبيرة أول شجرة قريبة مننا حجمها كبير، وبعدين يليها أصغر فأصغر فأصغر إلى آخر شجرة. بنيجي بلون أخضر أهو، والفرشة أهي عبارة عن دق بندق على الفروع بلون أخضر، لون أخضر عليه أسمر أهو بيدينا أخضر تقيل أهو، بندق كل عبارة عن دق بيدينا شكل الورق بتاع الشجرة، واللي يليها برضك وكل الشجرة هنعمله بنفس الطريقة. وفضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم منا كل جديد. اكتبولي في التعليقات ايه رأيكم، ياريت الفيديو ده يوصل ل100,000 لايك، اهو زي ما انتم شايفين لون اخضر بندق عبارة عن دق، وبنصغر في الحجم كل ما وصلنا لآخر شجرة، يدينا شكل المنظور. ندور منها وندور منها وهكذا إلى أن نصل لآخر شجرة الحجم الصغير خالص، دي بتبقى بعيدة عن النظر فبنشوفها صغيرة الحجم. بعد ما لقينا باللون الأخضر فرشة اهوت، زي ما انتوا شايفين هنيجي هندق بلون أخضر فاتح اهوت يدينا الإضاءة اللي على الشجر. بنعمل خطوط بالعرض اهو على الطريق اللي عليه الشجرة، اهو خطوط بالعرض وهنحسن وهنلون بقى الأرضية اللي عليها الطريق اهو اللي عليها الشجر، أرضية الطريق هنا على الشجر بلون بني مايل للاحمرار اهو، زي ما انتم شايفين اهو بنلون الطريق بقلم خشب لون بني، وبعد كده بلون احمر خفيف بنعمل الطريق اهو كله على الخطوط اللي احنا عملناها زي ما انتوا شايفين اهو بالقلم، تلوين بالأقلام الخشبية على ورق عادي اهو، رسمة سهلة بسيطة اي حد مبتدئ ممكن هو يعمل. طريقة رسم الشجر بالمنظور، زي ما قلنا المنظور نعمل حجم الشجر له قريبة من نظر كبيرة، وكل مدى نعمل الشجر اللي وراه أصغر فأصغر إلى أن نصل لآخر شجرة تبقى أصغر حاجة. زي ما انتوا شايفين بنعمل بقلم أسود أهو بنعمل الخطوط بنوضحها
على الطريق، وبقلم رصاص اهوت زي ما انتوا شايفين بنحدد الخطوط وبنوضحها اهوت الطريق اللي مرسوم عليه الشجر اهوت، نوضحها بقلم رصاص اهوت. الموضوع سهل وبسيط يا جماعة، وأي حد ممكن يرسم. ده قواعد من قواعد الرسم، الرسم بالمنظور. من ضمن قواعد الرسم الظل والنور والمنظور والتدرج اللوني، دي دروس في اللي محتاج يتعلم الرسم. ده المنظور، بنرسم الشجرة الأولانية كبيرة، وبعد كده بننتهي لآخر شجرة بالحجم الصغير، وأسيبكم لنهاية الرسم. بنفتح الألوان بلون أخضر على أصفر، بنفتح اللون الأخضر هو بيبقى على الشجر، لايكات لايكات لايكات، واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.